لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد قمنا في الدروس السابقة بعملية اتباع لكل شخص معين في قواعد البيانات. سوف نقوم في هذا الدرس بطباعة القائمة كاملة لقاعدة بيانات معينة، وننسق تلك القائمة على كيفية استخدامنا نحن. المهم، الطريقة التي نريد أن نقوم بها، نختار أولا FRX ريبورت ثاني، ونختار يعني صفحة ثانية، يعني تكون مستقلة عن الصفحة الأولى. تلك الصفحة الأولى تركتها، لم أنزعها، لأنها تطبع ذلك الشخص المعين. أما هذه تقوم بعملية طباعة القائمة، وأعطيها كذلك FRX داتا سات ثانية. وفي هذه داتا سات ثانية سوف أربطها بالجدول الذي أريد أطبع منه القائمة. أنا لدي هنا فقط جدول واحد أعمل عليه، ولكن هناك من لديه كثير من الجداول يربط داتا سات، أو يعطيها كثير من العناصر داتا سات ويربطهم بتلك الجداول. هذه داتا سات 2 سوف أربطها بداتا سورس A، كما لدي هنا داتا سورس A هي اسمها داتا سات 2. عندما نضغط مرتين على ريبورت 2 هنا تأتي صفحة فارغة، ليست الصفحة الأولى التي كنت أعمل عليها. عندما نغلق هذه الصفحة سوف أدخل الصفحة الأولى، سوف أجد الصفحة الأولى التي قمت بعملية التنسيق عليه. هذه لقد عملت عليها تلك الصفحة وأنهيت عملها. سوف أدخل إلى هذه الصفحة التي أقوم بعملية طباعة الجدول. سوف نأخذ فكرة باختصار، وعملية التنسيق وعملية كل أمور تلك سوف تقومون بها أنتم، لأنكم تعرفون كيف تستخدمونها عن طريق، ومن لم يعرف عن طريق الدروس السابقة سوف يتعرف عليها كيف يربط وكيف يقوم بعملية التنسيق، سواء في الدلوي أو في عملية الطباعة. هنا نختار في البوند، نختار بوند مثلا ريبورت تيتل يعني العنوان، نختار العنوان، نضع العنوان هنا كما فعلناه سابقا. وكذلك نختار مثلا باج هيدر، هنا عناوين للجدول، يعني تظهر هذه العناوين للجداول. سوف نقوم بمثال الآن، تظهر في كل صفحة تظهر تلك العناوين للجدول التي نقوم بعمله، مثلا اللقب الرقم واللقب والاسم تظهر في كل صفحة، دائما تظهر تلك العناوين. كيف نضع العناوين؟ نضعها من هنا، نضع من تيتل كما مثل ما كنا نقوم مثلا، نضع مثلا هنا الرقم، نكتبها بالعربية الرقم هكذا، وكذلك أضيف ثاني، أعطيه اللقب، والاسم، وأضع تاريخ الميلاد فقط، أربع عناصر للتوضيح فقط، هنا الاسم وتاريخ الميلاد. هناك من يضع فقط البوند، تظهر هذه الأفونات هنا، لا تظهر لدي هنا، لا أدري ما هي الخاصية التي نزعتها من هنا. تاريخ الميلاد سوف أنسنا، نضغط شيفت مع تلك العناصر نحددها جميعا هكذا، ونختار أي خط من هنا، وأختار الحجم 14 وأعطيه عارض فقط للتوضيح، وأعطيه السنتر هكذا. عندما أضع المعاينة، قم بعملية معينة، تأتي الرقم واللقب والاسم وتاريخ الميلاد كما ترون. هنا لتكون واضحة نعطيها حجمها، تكون جميعها هكذا، تكون واضحة. عندما أقوم بعملية المعاينة هكذا لقد أتت العناوين التي كتبتها وهي لا تتغير. عندما أذهب إلى الصفحة الثانية تجدها كذلك مكتوبة. سوف أضع، كيف أضع الحقول التي تقوم بعملية الجدول. هنا نذهب إلى
ريبورت وأعطيه داتا أولا، اختار له، لا اختار الأولى ولكن اختار الثانية، هذه داتا بايس، هذه أول شيء. تأتي الحقول التي أريدها، هنا داتا سات ثانية، داتا سات ثانية. ثاني شيء سوف أختار البوند التي نضع عليها الحقول وهي ماستر داتا، هنا أضع الماستر داتا وأضع فيها الحقول، ولكن قبل وضع الحقول نضغط عليها مرتين كذلك، أعطيها داتا سات اثنان وأقول له أوكي. هنا نضع اللقب، الرقم، سوف أضع الرقم من هنا وأضع اللقب من هنا، صغره قليلا هكذا، وفي التنسيقات سوف تنسقونها كما ترون، الخط الأزرق هذا سوف يكون على اتجاهه كاملا، يكون على حدوده كذلك، وكذلك سوف نستعمل الحدود. اللقب سوف أضع الاسم، هكذا سوف أضع الاسم هكذا لكي يكون على حده، وتاريخ الميلاد هكذا، كبر نوعا ما في البوند سوف أضع المعاينة كما ترون، ها هي الأسماء تأتي، لدي خمس أسماء كما ترون، ها هو الرقم، ها هو اللقب، ها هو الاسم، ها هو تاريخ الميلاد. هناك من يقول لماذا هذه الفراغات، سوف أنزع الفراغ، مثلا إذا نزعت من البوند هكذا أرفع من الفراغ، سوف ترون الفراغ ما بين الأول، هنا نقص الفراغ، أما الفراغات هذه سوف نقصها من هذه البوند، من هذه البوند سوف ترون أن الفراغات انتزعت قليلا، سوف تقوم بعملية تضييق البوند، هنا التحكم فيها من عندكم، مثلا تضيق هكذا، تقوم بعملية هكذا تضيق، وكذلك تصغر في البوند وتتحكم في الفراغات كيفما تشاء، هكذا أنت الجدول لديك كيف تقوم بعملية تضيق. فقط يبقى لدينا أن الحدود، كيف نقوم بعملية الحدود، الحدود لدينا من هنا كما قلنا في الجداول، هكذا تقوم بعملية هكذا الحدود، هنا لدي الحدود، ونقوم بعملية المعاينة، سوف تقوم تأتي عن طريق مربعات، ولكن هناك يريد من يقوم بعملية جدول، هكذا نضع الخط هذا على الخط هذا، وهذا الخط نضعه على هذا الخط، وهذا على هذا الخط، سوف ترون كيف يقوم، كيف يكون عملية الجدول، هكذا سوف أقوم بعملية معي، ها كما ترون هنا عملية الجدول، سوف أنقص في هذا، يكون على حده من هنا، سوف أنقصه هكذا، هكذا يكون الجدول. كذلك سوف أقوم بعملية الحدود لهذه الحقول، سوف أقوم بعملية الحدود هكذا، هكذا وكذلك هكذا، أضع الحد هذا، هذا الجدول سوف أضعه مع هذا الأول، سوف أضع الحد الجدول هذا مع هذا، ولكن أرفعه قليلا ليكون على حد هذا، وهذا الجدول أضعه مع هذا هكذا، يعني نتابع الخط الأزرق أينما يكون ذلك الخط الأزرق، فهو يكون معهم في التنسيق، كما ترون الخط الأزرق هنا من الأسفل وفي الحدود، هكذا يكون الجدول مرتب على جميع الخطوط الجدول هكذا كما ترون. إما تقوم بعملية هكذا كما ترون هنا الفراغ بين السطور، أو تضعها مباشرة معها مباشرة هكذا، سوف أغلق أضع الآخر هكذا البوند عليهم، سوف تغلق جميع الخطوط. إن شاء الله أنكم فهمتم الفكرة، ووضع طباعة القائمة وطباعة الاسم لوحده، وكيف نطبع جميع الأسماء ثاني في كل صفحة، هذه نظرة عامة أو لجميع عملية الطباعة، وكذلك عملية الطباعة، نحفظ هنا الملف، نقلق هذا
الريبورت. هنا في كذلك في عملية الطباعة سوف أقوم بزر آخر وأقوم له وأقول له مثلا سوف أعطيك مثال هذا عبوتو ثاني وأقوم مثلا أكتب هنا طباعة القائمة طباعة القائمة هنا نضغط عليها مرتين. عندما أعطينا الطباعة الأولى أعطيناه FRX report show report نسخ هذا الأمر وأضعه للزر الثاني لطباعة القائمة أقول له لصق. ولكن الفرق بينهما أن الريبورت الأول والريبورت الثاني سوف أعطيه ريبورت اثنان هنا فقط. هذا هو التغيير. كل ريبورت يتبعه طباعة خاصة به أو زر تابع له لذلك الطباعة. أقوم بعملية التنفيذ. عندما أقول طباعة القائمة سوف تأتيني طباعة القائمة. عندما أقول طباعة للشخص سوف تأتي طباعة الأشخاص كامل. إذا أردت الشخص فقط واحد أريد طباعته أعطيه الرقم الشخص الذي أريده هو رقم 10 أقول له طباعة سوف يأتي في هذا الشخص فقط ولا يأتي الأشخاص الأخرى. إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الفيديوهات للطباعة وتابعوها من الأول إلى الآخر سوف تفهمونها تفهمون عملية الطباعة في الدلفي. تبقى تلك العملية التنسيقية تقومون بها كل واحد كيف يقوم بعملية تنسيق الجدول وتنسيق الطباعة وتنسيق الورقة. هذه تأتي عن طريق الممارسة وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الأفكار. أفكار فمن تابع الفيديوهات سوف يستفيد منها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.